هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة تمثل مشروعا حضاريا مميزا توليه الدولة اهتماما خاصا بما تشهده من تنفيذ لمنشآت سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية وإدارية تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، إلى جانب تحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ. كما شدد مدبولي على أن هذه الجولة تأتي بهدف دفع معدلات العمل في المشروعات الجارية على أرض العلمين الجديدة من أجل الانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة وإسراع إجراءات التسليم للوحدات الجاهزة في المشروعات السكنية المختلفة مع التسويق الجيد لمختلف المشروعات بالمدينة.